طبعا كابتن حسام غالي من احسن الشخصيات اللي الواحد اتعامل معاها في مجال الكوره، يعني جوه الملعب وبره الملعب. يعني ساعدني انا كتير جدا على المستوى الشخصي يعني، واستفدت منه كتير جدا في حياتي الكرويه يعني. وانا يعني الواحد مبسوط اللي هو اتمرن ولعب مع واحد زي الكابتن حسام غالي، يعني راجل ضحى بحاجات كتير عشان الكوره وعشان حياته، يعني ضحى بحياته عشان الكوره. الفتره اللي لعب فيها كوره يعني بيتمرن احسن تمرين، كل يوم تمرين جامد، كل يوم ماتشات، يعني بيأدي بشكل كويس جدا. يعني بتمنى له التوفيق طبعا في حياته الشخصيه يعني بعد الكوره، وفي اي كارير طبعا هو هيتجه ليه يعني. ربنا يوفقه ان شاء الله يعني، واحب اقول له هتوحشنا يا كابتن وان شاء الله.